من أبشع الجرائم إنه ولد يقتل بيه من بعد ما يكون أخذ كل الوردة وصرفها، من بعد ما يكون استفاد من كل شيء عمله بيه، من كل تعبه، من كل حبه، من كل اهتمامه، ياخذ آخر شيء قرار إنه شو؟ يقتل بيه. بعتقد إذا بتسمعوا هيك خبرية على الأرض هون، حيلا حدا إذا بيسمعها، ما بيقدر إلا ما يقول هذا الولد بده قتل، بده قتل، لأنه بلا ضمير، لأنه بلا وفا، لأنه بلا أخلاق، لأنه بلا مربى، لأنه بلا البتكنية، بلا مبادئ، بلا قيم. ما ضروري يعيش هذا، هذا مجرم، بس مش حيلا إجرام، مجرم بحق أكتر إنسان عطاه بحياته، يعني مجرم بحق كل الناس. الابن الأصغر والابن الأكبر والبي، ثلاث شخصيات، واحد منهم يمكن أكتر شيء كان قاسي بقراره، لأنه راح وقف بوجه بيه. وأنتوا بتعرفوا أنه البي لما بده يموت بيورط أولاده. تخيلوا أنه الابن الأصغر الجاهل، يعني اللي منه فاهم، منه واعي عشي، بيوقف بوجه بيه وبيقول له أنت بالنسبة لإلي ميت. بكلمات تانية عم بيقول له أنت بالنسبة لإلي ميت، أعطيني حصتي من الميراث، أعطيني شو بيطلع لي، أنت هلأ بالنسبة لإلي خلص مش موجود، أعطيني حصتي. مفروض البي شو يعمل؟ مفروض البي يخلع كف يلوق له نيعه، مفروض يقول له أنت واحد ما بتستاهل قرش، ما بتستاهل كون ابن ظهار من البيت وما بقى ترجع، ضيعان كل شيء تعبته عليك. هيدا أقل شيء ممكن يعمله. أكتر من هيك، بسفر يشوع بن سيراخ بيذكر الكتاب المقدس للشعب اليهودي، لأنهم هن واعيين كتير على هالموضوع، بيذكر للأهل وبيقول لهم أوعكم تورطوا ولادكم أو إخواتكم أو أصدقائكم أو حدا بتعرفوه قبل ما تموتوا، أوعى تحطوا حالكم تحت رحمة حدا. طالما فيكم نفس أنت سيد البيت، أنت عندك القرار المطلق على كل شيء، أوعك تحط حالك تحت رحمة حدا لحد ما تموت. هيك الشريعة بتقول. واليوم الإنجيل لوقا عم يتوجه لناس بيفهموا هيدا المنطق، يعني كلهم لمن يسوع عم بيقلن هالحديث رح يجي على راسهم، مش هيك رح يعمل البي أكيد. شو بيكون الجواب؟ فقسم لهما ثروته. بدك ياني ميت؟ هيدا حصتك، خدها. وبأيام قليلة، بظرف كتير قليل، بعد أيام قليلة جمع كل حصته وسافر. شو يعني بعد أيام قليلة؟ لا بده يذكر هيدا الوقت القليل، لأنه الزلم محضر حاله قبل بوقت، مخطط لكل شيء، بياخد حصته، بيعتبر بيه ميت وبفل وبيعمل اللي بده إياه. عشو عم بفتش على حريته؟ عشو عم بفتش على ملذاته؟ عشو عم بفتش على كل شيء بده إياه هو وما يكون في حدا فوق راسه؟ شو قال له بيه؟ تكرم عينك، روح، انت حر، كل عمرك كنت حر ورح تدلك حر، روح. منو هيدا البي؟ هلا رح احكي عنه، بس نحن البي اللي عم نحكي عنه هو الله. والابن الأكبر والأصغر هو الابن الجاهل والابن اللي مفروض يكون صار في عنده حكمة بالحياة، يلي هن نحن بعلاقتنا مع بينا، بعلاقتنا مع الله. نحن منقله لالله بدنا نكون أحرار، بدنا نعمل اللي بدنا إياه، بس بدنا ناخد كل حصتنا يلي قلنا إياها مثلنا مثل كل الباقيين. شو بيجي بيعطينا الله؟ بيعطيك الحياة، بيعطيك الحرية، وبيعطيك إنك تاخد قراراتك، بيعطيك إنك تروح مطرح ما بدك، بيعطيك إنك ترفضه وتعتبره ميت. شو هالبي يلي نحن ما منقدر نستوعب قراراته، وما منقدر نستوعب ليه برخيلنا هالقد، ما فينا نستوعب حبه. نحن شو منعمل؟ مثل الابن الأصغر،
أخذنا حصتنا من كل شيء. ما في حدا ما عنده حب، ما عنده صحة، ما عنده مستقبل، ما عنده قرارات، ما عنده شيء. مناخد الحب بكل حريتنا ومنروح منسنه لهيدا الحب ومنستعمله تنقتل الحب قلوب كتير من الناس. منصرفه للحب، منصرفه على قتل الحب، لأنه منستغله، لأنه مثل ما الابن الأصغر استغل حب بي، ونحن هيك منعمل. منعرف أنه في ناس بيروحوا بالعاطفة، منروح منقتلهم بعاطفتهم. منعرف أنه في ناس حبهم كبير وقلبهم كبير، منروح منستغل حبهم، منذبحهم بالحب. عم تتخيل تقدر تقتل الحب بالحب لأنك بتعرفه، لأنك استغلالي. مش رح أقول لأنك واطي تطلع قاسية، بس قلت لأنك هيك تعرف كيف تصرف كل شيء مثل ما أنت بدك. بتاخد حصتك، بتاخد الصحة، بتاخد الصحة من الله وبتقول أنا صحتي ما بني شيء، بعد بعيش لقدام مدري قديه، وبتستغل لتقتل صحة كل الناس بتجارتك، بالقصص اللي بتبيعها، بالقصص يلي بتجمع فيها مصاري. ما بهمك، مهم تبيع، مهم تبيع إن شاء الله صحة كل العالم من وراء إيدك ومن تحت ضميرك الميت بدون يموتوا عادي. هيدي حصتي، أنا بدي أتصرف مثل ما بدي، ولو عندي صحة بقتل صحة غيري. تاخد الطبيعة يلي عطيك إياها الله، بتقول له أنا حقي بالطبيعة، وبقلك إيه روح، الشجر لإلك، الأرض لإلك، التراب لإلك، المي لإلك، لوسها كلها، لوسها كلها، تاجر فيها، بعزقها، صرفها، بذر ماله على الفاضي. هيك عمل ابن الأصغر. قديش نحن عم نعمل مثله؟ قديش نحن قراب من الله ومعد ما قتلناه؟ أنا بعتقد كتار منا قتلوه، خلصوا قتلوه بكل القرارات يلي عم ياخدوها. حرقوا الجبال والماي والبحر والأنهار والتراب والبدكن والتلوث والدخنة والمعامل كله، المهم الربح. أخذنا حصتنا من الأرض وحرقناها. تاخد الأبوة والأمومة، تقدر تبني عائلة، تقدر تكون بي وبتقدر تكون أم، وبتحطم بأبوتك وبأمومتك، بتحطموا مستقبل أولادكن مرات لأنه بدكن تحققوا حالكن فيهم. كمان تاخد وبتصرف مثل ما بدك، تاخد الإيمان وبتهاجم في كنيستك أنه أنت إيمانك أقوى من كهنتك وأقوى من كل اللي مشوا بهالكنيسة، وبس تشوفها ضعيفة بتدعسها لكنيستك يلي هي ربتك وغزتك على الإيمان، تدعسها. تاخد كل حصتك من هيدي الحياة وبتنشر فيها كل شرك، بس المهم شو؟ ما حدا يقرب صوبك، المهم ما حدا يتعاطى معك. بس آخرتها لهيدي وين؟ آخرتها عبودية، آخرتها فراغ، آخرتها ما بتصير تشتهي انك تاكل مع الخنازير، اخرتها بتصير نجس مرزول متروك. ليه؟ ليش اخرتها هيك بتكون؟ ليش اخرتها جوع؟ صار في جوع هناك. شو هو هذا الجوع؟ هذا الجوع اللي انت بتعيشه بسبب قراراتك، قراراتك اللي جوعتك. بصير في جوع لانه انت بذرت كل حصتك بطريقه غلط. بدك تجوع لهالقصص يلي كان عطيك اياها الله، خام، نظيفه، طاهره، عفيفه، حقيقيه، بريئه. بيروح صوت الله، بيروح صوت بيك قتلته، بيروح صوت الضمير، بيروح الدفى تبع الحب الحقيقي، وبتبقى انت والخنازير، انت والخنازير. تشتهي الزبالة لأنك عم تركض ورا الزبالة. هذا الابن الأصغر. خلينا نروح على الابن الأكبر. الابن الأكبر بدي أخبركم شغلي، ولا مرة منتبهين لنحنا بموضوع الابن الأكبر. أنتوا بتشوفوا أنه يا خيي مرات ناخد أنه منقول
أخي معه حق الابن الأكبر إنه ولو طب ما هو ما تركه ما هو بقي معه إنه ليش بده يرجع يحتفل بابنه الصغير وما يحتفل بابنه الكبير طب ما هو بقي معه نحن هيدا منلوم فيه الله عطول انتبهوا مش عم نحكي عن خبرية بعيدة عنا نحن الأصغر ونحن الأكبر الأكبر نحن بيناتنا شو بيقول طب يا رب أخي ما أنا بصلي وأنا بعترف وأنا بتناول وغيري ما بيعمل شيء يا أخي ليه بتضربني لألي ليه بنصاب أنا ليه بيمرض ناس من عندي ليه بتخد لي ناس بحبهم وكأنه الله عم يخدهم بقعد بلومه بقعد بلومه ليش انطلاقا من وين انطلاقا من أنه أنا قاعد ببيتك أنا معك ما بستوعب شيء بس انتبهوا لهذه الشغلة لمن الابن الأصغر بيعلن موت بيه وجه بوجه وبيقول له بدي اخد ثروتي ليك شو بيقول الانجيل بيقول اعطني حصتي من الميراث بيقوم البي فقسم لهما ثروته احنا ما بننتبه لهيدا احنا بنفكر انه البي كان كتير منيح مع الابن الاصغر وعطاه حصته وكان منه كتير منيح مع الابن الاكبر وبقى هيك ضاغطه بقى كيبسه نحن بتعبنا يا الله نحن المؤمنين بدنا نحمل أكتر من غيرنا نحن المؤمنين بدنا نتعب أكتر لا نفس الحصة بالعكس انت حصتك أجمل بكتير لأنه خلافا للشريعة أنا حطيت حالي تحت رحمة إيديك لأنه هالقد بوصل فيك خلافا للشريعة يلي بتقول اوعك تعطي حصتك وتحط حالك بين ايدين حدا هيدا الحب الكبير يلي قسم لاثنين وقال له للأكبر انا باقي معك رح نعيش سوا بنفس الحصة بس اني مش لقلي اني لقلك قسمهم صار البي ما قاله شيء ما قاله شيء الا انه يشوف هالعيلة مجموعة الا يشوف انه هالثروة يلي عطينا اياها عم نعيش منها عم نفرح فيها عم نكبر فيها عم نستفيد وعم ننتبه لها وعم نهتم فيها وإيده بإيدنا ما تركوا للابن الأصغر عم يشتغلوا مع بعض مش هون مشكلة الابن الأكبر مش هون مشكلته مع بيه لأنه هو آخد حصته وساكت ولابد وإلا كان كمان أخده فل شو مشكلته؟ مشكلته هي الخاتم مشكلته هي الخاتم لما رجع الابن الأصغر قال لهم البي للعبيد روحوا جيبوا الحلة الفاخرة ألبسوه واجعلوا في يده خاتما هلأ بقلكم وين مشكلة وفي رجليه حذاء في رجليه حذاء لأنه لم يعد عبدا رجع ابني بطل مدعوس من الحياة رجع تنفس لأنه العبد كان ما يلبسوه بإجره لأنه أنت ما بتستاهل أنك تلبس بإجرك السيد بيلبس بإجره قال لهم رجعوا لبسوه بإجره وقال لهم اذبحوا العجل المسمن يلي بيذبحوه بس وقت الاحتفالات يعني شو هالعيد العظيم انه ابنه رجع واذبحوه خلينا نفرح بس المشكله بالخاتم ليش ونحن مشكلتنا اليوم بالخاتم وعيننا على الخاتم لانه الخاتم معناتها انه انت رجعت تملك معي هون المشكله رجع صار له حصة من شو بقى نحن ما منقبل ليش نحن ما منقبل ابنه الكبير انزعج من هيدا الموضوع هو قال له هو يلي راح صرف لك كل ثروتك جايبه تتفرح فيه ترجع تملكه معي يرجع ياخد حصة من الملكوت من مملكتك من بيتك بدك ترجع ترده ياخد ويملك معنا ما هو خاننا ما هو تركنا شو بجاوبه البي بقول له يا عمي هذا كان ميت عاش كان ميت أنا معتبره كان ميت بقراراته كان ضايع شو الفرق بين هذا البي وبيننا وبين منطقنا لأنه نحن منفكر بهذا المنطق تبع الأولاد كل الوقت كل الوقت وبدون ما ننتبه كل الوقت بعلاقتنا مع بعض بتصرفاتنا بأحكامنا على بعض نحن منفكر مثلهم يا مثل الكبير يا مثل الصغير ولا مرة ارتقينا لمستوى البي ولا مرة كبر قلبنا لمستوى قلب البي
حبنا وحناننا يصيروا هالقد ما إلهم حدود. عدالة الأرض منطقة غلط. البي اللي عم بيحكي عنه الإنجيل بيحكي بعدالة السماء. شو عدالة السماء؟ عدالة السماء ولا مرة بتشيل من قلبها الحب والرحمة، لأنه هيدا يلي عم نشوفه بالإنجيل هو مشروع الفداء. ما كان إجا يسوع يخلصنا لو ما بده يانا نرجع. لو كل واحد بغلط أو بضيع أو بموت بده يا الله يدل هناك مطرحه، ما كان إجا على الأرض. فإذا بعدنا ما عم نستوعب أنه هو فاتح إيداه للخاطئ يترك. نحن بتعرفوا كيف نحسب عدالة الأرض؟ نحسبها بالأرقام، بالأرباح، مين طلع له أكتر، بالسلطة، مين أخذ مطرح أكتر. بتعرفوا أنه مرات بالورثة نحن بيتخانقوا إذا واحد أخذ البلكون يلي بيطل على الجنينة، فإذا هداك بحقله لأنه الطابق الأرضي ياخد معه شقفة أرض تانية. منطقنا ما بعرف كيف نفكر، منفكر بمنطقة هيدي اللي أخدها أخذ فيها شبابيك أرتب شوي صغيرة، فإذا هنيك إذا الشبابيك شوي مش مرتبين لا بده يعطيني معهم البواب. أرقام، أرباح، أرض، ومنتقبر ومنتخانق. ما بقلكن قديش شاهد بعيوني على تفوني هون هون، يكون البي هون على الطاولة محطوط والولاد كل واحد بمحل لأنه مخانقين. ولما نسأل عشو مخانقين بيطلعوا مخانقين على الورثة. بيروح البي لوحده وبيبقوا الولاد مخانقين. هيدا مش منطق السما. منشان هيك الإنجيل عم بيقلنا ارتقوا للحب الحقيقي، ارتقوا طلعوا. شو عمل البي؟ البي ترك الابن الصغير على حريته، بس لما قال له روح ترك ايديه مفتوحين، لأنه وقت اللي يرجع رح يغمره. قال له روح، عمل له هيك روح، بس ترك ايديه مفتوحين. وقت اللي بده يرجع رح يحضنه من كل قلبه لأنه ابنه، لأنه شقف منه، لأنه ما عنده معنى الله أرقام وأرباح ومواد وتجارة وبيكتب لنا كل واحد شو عمل وشو خطي. لا لا لا، صفحة بيضة بيخزقها بثانية. بس نقول له يا رب دخل إجراك، نحن منحبك ومنعرف قدي بتحبنا. وبذات الوقت ترك الابن الصغير بجهله وبحريته، لأنه ولا مرة بيوقفنا عن حريتنا. بذات الوقت حافظ على الابن الكبير بحكمته. فإذا عطى الحرية للصغير وبحكمته كبي حافظ على ابنه الصغير وبقى يشتغل معه بالأرض. بس بدكن الكبير يقشع من هيك. الله عم بيحط إيده بإيدنا كل يوم، بس بحريتنا، مش بدون ما يتعدى حريتنا. بتاخد قراراتك وبيحط إيده معك، بس خليك بالبيت. ما بدي أخسرك، ما بدي تصير عبد لهيدي الدنيا، عبد للمصاري. بتعرفوا في ناس عبيد للمصاري. أنا ما بقدر أتصور وأتخيل قديش بيعني لهم المال. ما بقدر أتخيل، عطول بقول بكذب حالي، بقول أنا لا أكيد عم بتخيل أنه في إنسان هالقد بهمه المصاري وهو آخرته دود، آخرته دود ورمل تراب. فكر حالي عم بتخيل. بس تقعد معه بتحكي عن الحنان، عن الرحمة، عن الحب، عن الأبوة. يا عمي هي ابنك، يا عمي هيدا خيك، يا عمي هاو أنتو قرايب، أنتو عائلة، يا عمي أنت كبرت بالعمر، ولك يا عمي مش رح تاخد شي معك ولا شيء. بتنحر للقبر ومسك بالمصاري، وآخر شيء بيهتري هو وياهن، وبدأ تفتح إيده هيك آخر شيء وينزلوا منا وينزل معهم وبيرجعوا نفس المادة. إلا الروح، إلا الروح بتبقى. في واحد فقد حريته هو وعم بنبش على حريته. يا ما منعملها نحن، بدنا نكون أحرار، ما بدنا شيء ولا قرار ولا حدا يقلنا، نفقد حريتنا نحن وعم ننبش عليها. وهيدي كتير عم بتصير بالمجتمع الغربي وعم تنقل لعنا حرية اللا قرار. حرية اللا قرار، ما تجبرني بشيء، كل يوم بقرر شيء، ما عندي مبدأ بالحياة،
بخسر حريتي أنا وعم نبش عليها وما فكر أبدا بشي غير حريته. والابن الكبير فقد هويته لأنه هو ابن البيت، ما انتبه أنه هو ابن البيت، فقد هويته لأنه كل باله مشغول بحرية غيره. ليش هن هيك؟ ليش هو أحسن مني؟ ليش ما بقدر كون مثله؟ ليش ما بقدر أعمل اللي هو عمله؟ شو مين أحسن من مين؟ باله كل الوقت بغيره بغيره بحرية غيره. ليه يا رب هو بتتركه يعمل هيك وأنا لا؟ فقد هويته. تركض ورا الحرية تخسرها، تركض ورا الناس تخسر حالك، تركض ورا بيك، ورا الله يلي راكض وراك فاتح إيديه ترجع بتتذكر أنه أنت كنت ملك، كنت ملك مثل ما أنت بمحل ما أنت، أنت ملك لأنه الحياة فيك، الحقيقة فيك من جوا. مش رح طول بقى أكتر، هلأ رح أحكي مع شباب والصبايا، بس أختم معكم بكلمة صغيرة. ويمكن الأهل كمان في منهم جاهلين وبعدهم عم بعيشوا سن المراهقة، كمان بختم مع الأهل المراهقين والولاد المراهقين، لأنه مرات كتير الأهل بيكونوا يا محلى الولاد. بيجوا مرات الولاد لعندي بيقولوا لي أبونا عم نجرب نوعي أهلنا مش عم يوعوا. حبيبي حبيبي اشتغل ما عليه، يوما ما بيوعوا. عم جرب قل له لبي إنه المصاري مش كل شيء، ما بيقتنع حبيبي. أنت أوعى من بيك مرات بتكون، مرات الأولاد عم بيكونوا أوعى من الأهل. رح قلكن شغلة، شباب اليوم عم بنبشوا عن الحرية وعم بنبشوا عن المصاري. حر ومعك مصاري أوف طب هيدي هي الدنيا، شو في أحسن من هيك؟ حر مول بدك إيه ومصاري قد ما بدك، واو ما في شي بيوقف بوجهك، بتحقق كل رغبات. يلي وصلون عبيد للمراكز يلي حلموا فيها، عبيد للمصاري يلي جمعوها وما بيقدروا يتخلوا عنها. بس يكتشفوا بعد وقت طويل لما يجمعوا كل هودي ويكتشفوا قديش خسروا اشياء بمسيرة هالحياة ويوعوا على البساطة اللي كانت عندهم ببيتهم، بيرجعوا يفتشوا عن حدا يحبهم مثل ما هن، مش لشو معهم ولا لمركزهم ولا لشو بيملكوا، يحبهم مثل ما هن، بيشتاقوا بيجوعوا لهيدا الحب. عمي حدا يحبني مثل ما أنا يا خي، ينسولي سيارتي وبيتي ومصرياتي ومركزي، حبوني بضعفي، غمروني مثل ما أنا، بيشتاق بس بيكون تأخر شوي، بس بيشتاق. وهنيك بضعفهم وبفقرهم وبأخطائهم بدون مركز وبدون مصاري وبدون سلطة بيرجعوا بيكتشفوا الله، لأنه الله ما بيحكي بالأمور المادية، بيحكي بالقلب. هيدا الله يلي ناطرنا، بحبنا مثل ما نحنا، مش لشو معنا ولا لشو منعمل، بحبنا بس، وما بده منا إلا أنه نوعى أنه هالدنيا رايحة، وبيبقى الحب، بيبقى الحب.